السلام عليكم، صباح الأنوار من مدينة إزمير، ثالث أكبر مدينة تركية. عجيب، مدينة رائعة، مزيج بين طح الدور ديال ناطحات السحاب والمدينة العتيقة اللي تتكسو هذوك الجبال. اختارنا مادام المدينة كبيرة وما عندناش الوقت بزاف، تقريبا شي يوم ونصف لينا في المدينة، نخرجوا ونشوفوا حديقة الحيوانات ديال إزمير من بين أكبر حدائق الحيوانات. فيها أنواع متعددة من الحيوانات. بقوا معنا يوم يعيد بالنشاط والحيوية. والعجيب شوف الهندسة ديال المدينة، حنا غاديين وسط المدينة وكاين انسيابية في الطريق. هذه 82 عندهم واحد السرعة مش 82 كيلومتر في الساعة، وراه غادي وسط المدينة وكاين الخرجات، وكتما بغيت تخرج لشي حي راه كتخرج، ولكن اللي غادي يخرج من المدينة راه 82، راك غادي من سيابي. قربنا لوزو، غادي تابعين جي بي اس توصلنا، ومن السونتر فيل فين غاديين واحد انسيابية عجيبة جدا. والطرقان والباركينغ هو كبير، حط حط الطوموبيل او تحرك مع راسك. هما نقربوا قيل له يمكن كاين لا الباب سير باب الهي، ها يمكن ملي كاين الطوموبيلات كثار الهي. او عجيب عجيب اخي، قداش واحد الخدمه وهذيك القضيه ديال الطرق كبار باش غادي وخلي اللي بغى يدخل المدينه لشي حاجه. جميل والله الا جميل جدا. الدخله ب 10 ليره، عطيتو 20 ليره وعطاني واحد جوج دو بياس اني تحملو شرط عليا الصرف. قلت ليه فين هما لي تيكيت؟ هادو هما لي تيكيت ماشي الصرف، هو دي جوتون. الدخله ديال لوزو هي هادي، تتبان ورايا في الخلفيه. واحد الحديقه حديثه 2008 تاسات من طرف البلديه، والجميل من داك الساعه تيزورها مليون زائر في السنة، وفيها أكثر من 2700 نوع من الحيوانات. وهي واحد عضو قال لك في واحد الجمعية ديال ان غيزو ديال لي زو اوروبيان. رائع جدا. وهذاك عطيك قداش المهم بالملايين ديال الأمطار، ما باقيش عقلت بالضبط على المساحة، ولكن غادي في السيارة تندورو عليها راه كبير هادشي بزاف. ميسر الولوج لو جوتون، هذاك القطعه وكتم داخل. رائع جدا. والخضرة وا المهم كاين واحد الاحساس استثنائي الصراحه في هاد تركيا، ماشي شخصي ولا، ولكن تقسمته انا والصديق ديالي. دانا راه كاينه شي حاجه اللي كاين شي حاجه اللي مخدومه اللي تتخلي كلشي تضحك، وما عرفش السياح حتى هما تيضحكوا واحد تيحيوا بعضياتهم. و الا قلنا مليون زائر تيجي لهاد حديقه الحيوان في العام، راه كاين علاش. هنا في واحد معاش واحد القاعه فيها حيوانات يمكن هذوك اللي ماتوا، وهنا الهياكل ديالهم، وهنا كاين لو بلون ديال لوزو. هنا حطينا الطوموبيل غيريش دينا تنعرفو شويه التركية. تدخل هنا كاينين في هذا البيت هنا وكتمشي، وهنا كاين انواع الحيوانات داير لهم العجيب. راه حديقه اللي تجمع المهم غادي نختصر بين السباع والتماسيح والفياله والزرافات والثعابين، وراه ضخمه. Thank you.
اللغة التركية تتقسم على العربية بزاف ديال المصطلحات. هذيك تمام، عندهم تمام، كل شيء على ما يرام هي تمام. كنقولها هذه تمساحي، تمساح طوس واد السنجاب او تيبان هنا. هنا الكنغار، الكنغارو مخبي في الطليله، هما الصغار والكبار. هاد الانواع فصائل كثيره، راهو في الجحر ديالو الفوق مخرج راسو. وهذا شي نوع من انواع القندوس، وكاين الماء، تيبان الماء، اذا غادي يكون هنا. واش ها هو وضخم تبارك الله، ضخم وموفري ليه الشروط ديالها والماء ديالو. طيور متنوعة وكل واحد بالوصف ديالو. تسقية الماء كتار اللي بغي يجي ويشرب بحال هكا. طيور، هذا النوع ديال الدجاج عندنا، والاخرين في الالوان، عجيب عجيب. الاحمر، انا داخل في حديقة الحيوان تيتصوروا مع الناس. شو هاد النوع ديال الماعز ولا خرفان، وهادوك خيول ديك الصغيورة. شو الحيوانات والتغذية ديالها، شوف التنوع. هذاك الشيء راه ناكلو حنا نيت اللوز، الزريعة بان ليا تما، الكاوكاو وداك البرقوق، واقيلا البرقوق اليابس. راه هو الحيوان راه مجالسين تما لتحت. والله الا ضحكنا مزيان قلنا شكون هذا الحيوان، هذا شكون هذا الحيوان اللي دايلي الزرعه وكاوكاو واللوز والبرقوق. القنينات، الارانب، الالعاب ديال الوليدات، والجميل المقاهي في كل مكان. دور مع راسك وضرب قهوه تركيه، واتاي داك الشاي ديالهم رخيص رخيص رخيص. غادي نشوفوا الاثمنه ومن بعد يمكن نقول لكم الثمن. رائع جدا، شي وقفه تركيه. والله الا كي قلت لكم هما الاثمنه، الشاي داك الاتاي التركي 5 ليره، 3 دراهم 30 سنتيم، والقهوه التركيه 7.50 €. اي اي اي. وتا داك الشيء الاخر ما غاليش بزاف، 18 10 ديال القهوة التركية المحبوبة، عجيب تيديرها في هذيك الراحة. والله إلا عشقتو هاد القهوة هادي، والله إلا عشقتوها عجيب. قل من 10 دراهم في وسط الحديقة، وسط الحديقة، وطريقة تحضير بسيطة. الروعة ديال هاد القهوة التركية فاش تكمل تتبقى القهوة، القهوة 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 لتحت، القهوة ما تيصفيوهاش. وعد النكهة والله إلا عجيبة. هنا وعد الجمل، شي ديال أستراليا ولا. في البليصات فين تسارح وتنزع مع راسك، أنت جالس هنا اوب وتتنزه اوب اوب اوب. واحد دخل، شوف شوف باش يوفروا ديك العزل الحراري، كتم داخل هكا. اوب 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 اوب. وري العزل الحراري، وهنا بارد، متحكمين في درجة الحرارة، متحكمين في درجة الرطوبة والحرارة. وقيل هادو الطيور استوائية هكا. هما تيتسكلو ليبر سيركيلاسيون باش يوفروا لهم ما امكن، واحد المناخ طبيعي ديالنا.
هادشي هادشي رائع رائع. وتا الصوت خارج المياه مع زقزقة العصافير. النسور راهو مال اوب او تي تعتلوا المرتفعات اخويا. الطيور انواع واشكال. العقاب يمكن هذا تقول لي بالعربيه. بدينا في اللواحين هذو بحال شي ضبوعه. وي كبير هادشي فين عينينا. مخبيين ما تيبانوش ليا هنا. ودايرين هنا الشراجم ديال الدجاج والفوق هنا مغطي باش تقلاش. هاد الضبوعة مخبيين ما بانوش. هذا الدب صراحة أول مرة تنشوفو حيت قليل حتى في أوروبا الحدائق اللي تقدر تحافظ على البيئة ديال التكاثر ديال الدباب. راه وانا عشت تحت الشجرة مسرح شبعان ومسرح. شخصيا هادي واحد اللحظة رائعة رائعة رائعة. الدب هو تيحرك راسو مضلال مع راسو. من هنا كيبان قريب هو في الظل اخر. هنا جهة اخرى لي تواليت فين ما مشيتي وشوف كيدير لهم العود باش يبان راه ما عجيب. والنظافة تنظيم ديال حديقة الحيوان بمجالات ولا مقسمة. هاو انا قربنا من جناح القردة. واحد القرد غوريلا ولا شي كبير. هاو هنا عجيب عجيب. التقسيم رائع رائع صراحة. واش العجيب ديالو شي العاب شي بعد طبوغو. هاد الزحليقه تما واش كيلعبوا فيها ولا ما غاديش تكون تما الا ما كانت شي حاجه. او العاب الله الا العاب كثار دايرين العاب الحيوانات باش يستمتعوا. هما تتبان شي حاجه هنا وليها طالعين في هاد اللعيبه تيتزحلقوا. والله هي راه تبان الله الا تيلعبوا. شوف العاب العاب مع راسك. جينا هنا ولقينا الفيل وكاين واحد المجسم قلنا ودي الله اعلم راه ما بقاش عندهم ويمكن هي المجسم اللي دايرين. فاذا بنا تندور وجهنا هكا وتلقوا الفيل. الفيل والرائع جدا انه كاع الحدائق اللي زرت انا في اوروبا ما كاينش الفيل. الفيل ما كاينش. اكبر الحدائق رانا في مونبولي وحده ما كاينش الفيل. والله الا كاين الفيل. شوف عجيب. غادي ندورو من تما نقربوا ليه. اوب 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 رائع راه والله الا صور وثائقيه. الفيل والفيله والولد ديالو. واو 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 واو, واو, واو. الله الى الجمال.
وهاد العنايه عجيبه ديال انت الفيل بال الرضيع الفيل ديالها الصغير شو كيمضل الله عليه عجيب عجيب. وما اروع انك تجي حدا الفياله وترتاح بحال هكا في هاد الله نوع المجال اخر وهاد الفضاء اخر وكاين لي زولمون تيرميك او مناخ استوائي او واحد الطو دو ميديتي كبير تسمع المطر هادشي جميل واو واو مناخ استوائي درجة الميديتي مرتفعة جدا البيئة كانت سخونة ودرجة الميديتي الرطوبة طالعة باش يوفروا لنا واو 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 هاد الحين شفت الإضاءة ما عرفتش نشدو الصورة ولا لا ولكن هاد الحين صورة ضخمة ضخمة جدا جدا البيئة فاش ما تيبغيش الضو بزاف وراه قليل عليه الضو ما عرفتش نوصل الصورة ولا لا ولكن هادشي والله إلا رائع جدا واحد آخر ضخم ضخم الاخر قداش نتمنى يوصل غير شي شويه من الصوره ولكن هذا الشيء والله الا رائع جدا هادشي ضخم جدا 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 شوف بحال سلتات داك الجلد ديالها شوف الجلد كيبقى هنا وشوف شوف شوف شطور 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 واو 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 ها هما الانواع ديال شو هادو داخلين الماء هادشي جميل السلحفاة الضخمة تماسيح تا هما كاينين في الحديقة اللي تدخل ليها بستة دراهم عجيب تندور انا والصديق وتنقولو ستة دراهم اكيد وايل الجذب السياحي ما هذيك 6 دراهم المهم دخول رمزي للغايه وللاسماك كذلك حضور هذا حوض للاسماك وهذيك الثقافه ديال رمي القطع النقديه في الماء ندخلوا الفضاء ديال السبع واللبؤة والنمر الروعة الروعة الأسد ملك الغابة وهما ناعسين واش هادوك شي ثلاثة اللي تيبانوا ليا الروعة 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 والله إلا هائلتي عجيب عجيب الغابة كلها مجتمعة والبيئة موفرة اللبؤة
وتنضرب بنتنك اليوم ديال بصح. الله يلا راهي كيوقفه. شوف اوب 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 الشموخ، الله يلا الشموخ طالعه فوق واحد الحجره. الشموخ الله يلا عاد لاحظنا راه الاسد علي من الناس. بحال لا بو اتتراقبوا والاسد. والجميل أذان يرتفع من وسط الحديقة فيها مسجد. فضاءات الألعاب ديال الوليدات موجودة. هذا وسط الحديقة، النعامة، الحمار الوحشي والزرافة، ريعان قطويل. اللهم بارك عظمة الخالق. جيب شوف دايرين هاد اللعيبة تطلع واحد المنظر شامل شامل من الفوق للحديقة. شوف هاد الروعة هادي. روعة روعة روعة. ليبوبوتام ضخامة ديال واحد العظمة عجيبة، حيوان ضخم جدا. وبليبوبوتام نختم هذه الجولة الرائعة في هذه الحديقة المتكاملة اللي معظم حيوانات الغابة وفروا لهم الظروف وفروا البيئة الملائمة لهم والزوار باش يستمتعوا بهذه المناظر الرائعة جدا. ختم الجولة بالشاي التركي عيران والمشروب الشعبي والماء، هذا الشيء كامل بتسعود ديال الدراهم، قل من اورو، عجيب جدا. الشاي غادي يكون بشي 3 دراهم وهذا بشي 4 دراهم وهذا المهم عجيب جدا الخدمة والتحكم في الاسعار رائع رائع جدا. يلا خرجنا من حديقة الحيوانات، قضينا اكثر من 3 السوايع في المتوسط، قالوا الزيارة بين ساعتين وثلاثة وحنا بقينا أكثر تقريبا قربنا من 4 سوايع. والاندهاش يزداد من هاد الإمكانيات الهائلة. هاد الحديقة البلدية هي اللي قائمة بها الدخول بستة ديال الدراهم جوج المرات، وحنا تنديروا وقفات استراحة في مقاهي. ما رخيص جدا هذاك الشيء متحكم فيه. والعجيب هاد الإمكانيات الهائلة والتنويع في هذه الايام اللي قضينا، التنويع في العروض السياحيه كتخلي هذه تركيا واحد اش بغيت نقول لكم تجربه فريده. انا شخصيا زرت مجموعه من الدول الاوروبيه وتنعتبر شخصيا يقينا ان تركيا لا في البنيه التحتيه ديالها ولا في مستوى التنميه ولا في الجانب الاخلاقي، فراه توازي العروض الأوروبية في السياحة. والخصوصية الجميلة وأن دولة الأغلبية ديال سكانها مسلمين وكاين المساجد، باش نفهموا أنه راه ماشي الدين أبدا ما كان حاجز، بل بالعكس رافعة، ويمكن يكون هذاك التوازن الروحاني راه تعطي إمكانيات هائلة وتعطي هذاك الجانب الأخلاقي اللي مهم جدا اللي تنفتقد جزء منه. مقارنة بسيطة بالعرض اللي كاين عندنا في المغرب، تنظر على انا كمغربي، عندنا جوج ديال الحدائق ديال الحيوانات، وصحوا لي في لي كومونتير الى تزادت شي حاجة وما فراسيش، كاين الحديقة الرئيسية ديال الحيوانات اللي في نواحي الرباط يمكن هي في تمارة، دخلت ليها دخول 50 درهم، المهم كبيرهش بزاف والحيوانات ما كثرش بزاف. وعندنا الحديقة ديال تماسيح جديدة اللي كاينه في مدينة أكادير، دخول في 70 درهم
وفيها غير الزواحف. بارك متكامل متكامل متكامل. وتجربة تبصيم، فاش تجي لهنا فتبصيم هاد التجربة وتتعرف انه راه كل شيء ممكن، راه ماشي حين تركيا، راه نهضروا 50-60 سنة قبل راه كانت في مستوانا، ودابا تنقولها بالدارجة هربوا علينا. بعد 50 ولا 100 سنة ولاو تيوازي مقاربين لما توفره الدول المتقدمة. فالإنسان يجي ويشوف هاد تركيا هاد الإمكانيات، وقبل ما يمشي الإنسان لأوروبا يجي يشوف تركيا، خصوصا أنه رخيصة جدا 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 مقارنة مع دولنا. يمكن داك الشيء اللي بيتخسر في بلداننا تجي يمكن تخسر قل منه، وانت والميزانية ديالك وتدبيرها وبرنامجها رائع جدا. نلتقي دائما لنلتقي.